آخر نقطة هو تدخل المغرب في الشؤون الداخلية للجزائر، محاولة دعم الحركات في حركة انفصالية داخل الجزائر، وهذا عمل أخطر مما تتصور. لأن الآن the argument يعني المقاربة التي يتبنها المغرب، بما أن الجزائر وجنوب أفريقيا وفنزويلا وكذا وكذا كلهم يدعمون تصفية الاستعمار في الساحل الغربية، إذا أنا ندعم حركة انفصالية في الجزائر. لا لا علاقة للموضوع. الساحل الغربية موضوع تصفية استعمار، والقانون الدولي واضح، واللجنة الرابعة التي فيها المغرب هو في حد ذاته عضو فيها يدعو إلى ذلك.